قبل قليل من الآن صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية. هذا البيان حاولت فيه الخارجية المصرية أن تضع بعض النقاط على الحروف فيما يجري على أرض الواقع بين طهران وتل أبيب خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. وزير الخارجية المصري حاول من خلال هذا البيان تهدئة الأوضاع بين الطرفين والتأكيد على أن يعني ما يجري على أرض الواقع سيؤثر سلبا على شكل المنطقة بأكملها، وليس فقط على الصعيدين الإسرائيلي والإيراني، بالإضافة أيضا إلى تأكيد مصر على أنها ستتخذ خطوات خلال الساعات والأيام المقبلة من أجل تهدئة الأوضاع بين الطرفين. هذا البيان ليس الأول لمصر. وزير الخارجية المصري كان قد أجرى اتصالين هاتفيين يوم الأحد الماضي مع وزير خارجية إسرائيل ووزير خارجية إيران، وحاول من خلال هذا الاتصال الهاتفي أن يهدئ الأوضاع بين الطرفين وأن يوضح لهم الصورة بأكملها وما يعني مجريات هذه الأمور وما يمكن أن يتمخض عن هذا الأمر من حروب تدخل المنطقة بأكملها في أزمات مستقبلية لا ترغب فيها المنطقة بأكملها في هذه الآونة، بالإضافة أيضا إلى تأكيد على يعني أن مصر ستلعب دور وسيط مع الجانبين خلال الفترة المقبلة من أجل يعني توضيح الرؤى وإزالة بعض العقبات بينهما. أيضا وزارة الخارجية المصرية في البيان الذي صدر اليوم أكدت على أنها ستجري اتصالات مع الأطراف المعنية وليس فقط طرفي النزاع في هذه الحالة وهما تل أبيب وطهران، ويعني مصر حاولت أن توضح من خلال هذا البيان أنها ستجري اتصالات مع الأطراف المعنية لتوضيح الرؤى أو لتهدئة الأوضاع بين الطرفين خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة وأن الرد الإسرائيلي يأتي في أعقاب رد إيراني على مهاجمة إسرائيل للقنصلية الإيرانية في مطلع الشهر الجاري بدمشق، وهذا الأمر قد تراه إيران هو رد على رد الهجوم، وبالتالي قد تكون هناك خطوات تصعيدية تجرى خلال الفترات المقبلة. أشكرك من القاهرة كريم الشيخ مراسل الغربية.